جاهزة؟ مستعدة؟ جاهزة. دي الأسئلة الصعبة بقى، دي المعلومات الصعبة، ده شيخ الحارة. يعني جايبني بقى من زمان، ده شيخ الحارة. شيخ الحارة صح. شيخ الحارة مساء الخير. ازيك يا شيخ الحارة؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. عاملة ايه؟ ايه الغيبة دي؟ اهو بقى ظروف. ايه حكاية الصدفة في حياتك؟ الصدفة؟ ايه حكاية الصدفة دي يا شيخ الحارة؟ يعني دخلت التلفزيون بالصدفة، وضحت مسلسل بوابة الحلواني بالصدفة، حتى الحفلات بالصدفة. لا حتى الحفلات بالصدفة؟ لا يعني لا، بوابة الحلواني اولا انا كنت في حفلة عيد الاعلاميين، وكنت جديدة لسه بقى طالعة. فطبعا يعني كنت في الحفلة دي عشان انا الجديدة، فحاطين لي بين يعني بغني بلاي باك بين تغيير الفرق، الناس اللي بجد هيغنوا بقى على فرق موسيقية هيغنوا لايف. فانا طلعت بلاي باك، طلعت غنيت اغنيتين. بعد الاغنيتين دول تاني يوم لقيتهم بقى بيكلموني على مسلسل بوابة الحلواني، كان قطاع الانتاج كلموني. طبعا المسلسل دوت كنت قبلها اقرا في الجرايد مرشحين له طبعا ناس جامده جدا، مطربات ايامها كانوا لامعين جدا ونجوم جدا، والمهم نفسي اغني. بس انا ما كانش ولا في احلامي ان انا اعمل ده، ولا في احلامي لاني النجوم. فكان اتغير كذا مره المخرج بتاع المسلسل دوت، وكل مخرج عنده وجهه نظر ان هو ينقي حد وكده. ف اقول لماما نفسي اعملها لاني اكيد الاغاني هتبقى قديمه، وانا بحب الاغاني القديمه وكده، وبحب يعني هيبقى فيها غنى. فبس يعني عمري ما كنت اتخيل ان انا اعمل الدور ده. يبقى زي ما شيخ الحارة قال، حياتك كلها صدفه. صدفه بس صدفه حلوه يعني، طبعا ادتني دفعه حلوه. الالحان كانت الحان الجزء الاولاني كان الحان بليغ حمدي، فنان الموسيقار الكبير بليغ حمدي. تمام. وبعد كده بقيه الاجزاء كان الاستاذ تمام اللي